التقييم أو الحمية الغذائية هو أكثر سلوك بيتعرض للتفسيرات العشوائية وأكثر مفهوم صحي بيسبح ببحيرة مرعبة من الشائعات والمعلومات المغلوطة وغير الموثوقة والغير ثابتة. المهم تعالوا نغطس. إذا ما يعرفش ما يتكلمش، أما إحنا عارفين إحنا بنقول. الرجيم هو سلوك غذائي للوصول إلى وزن معين أو للثبات عليه. الصحة فيها عنصرين، الأول الحركة، الثاني الغذاء. فإذا الرياضة واحدة ما بتكفي فيما لو كان الغذاء غير مضبوط وغير سليم وعشوائي، وأيضا الغذاء السليم وحده لا يكفي بدون الرياضة عموما. لذا فوزن الإنسان لازم يتحدد من هالعنصرين، الغذاء لكسب الطاقة وتجديد البناء والنشاط الحركي لصرف الطاقة. وإذا حدث خلل بواحد منهم فرح تظهر آثار وكتير منها حتنعكس على الوزن. لذا فمن مشاكل العصر أو بالأحرى من أمراض العصر هو البدانة، وبيتبع أغلب الناس بعض السلوكيات الغذائية لإعادة ضبط وزنهم، واللي رح نحكي عنه اليوم واللي هو الرجيم أو الحمية الغذائية. أنواع الرجيمات كثيرة جدا جزيلا، وكلها المقصد منها هو عدم التعاطي مع الغذاء بطريقة عشوائية وعفوية، وإنما وضع نظام معين. لكن السؤال، هل كل أنواع الرجيم صحية؟ هل كل أنواع الرجيم فعالة؟ ما هي أنواع الرجيم الموجودة حاليا؟ للأسف هناك حميات مضرة وخطرة مثل الحميات القاسية، وهناك أيضا رجيمات لا تعطي نتائج جيدة على المدى الطويل. وقبل ما ندخل على أنواع الرجيم بدي أقول أنه في مقياس مهم هو البادي ماس اندكس للتعبير عن الوزن الصحي، ممكن تراجعوه بهذا الفيديو، ورح تلاحظوا بأنه العلماء وجدوا ارتباط بين بعض الأمراض المزمنة وبعض قيم البي ام اي. المهم شو أنواع الرجيم الموجودة حاليا؟ طبعا نحن مضطرين أن نصنف الرجيمات بسبب أنواعها الكتيرة، ورح أعتمد على تصنيف ويكيبيديا اللي شفته كتير واضح ومفيد. طول بالك يخرب بيتك من حالك، عرفان شو عم تساوي؟ الرجيم مصنفين لثمان أنواع مثل ما أنتم شايفين. أولها الحميات المعتمدة على أسس أو أفكار دينية، الثانية هي أنواع الرجيم اللي بتعتمد على التوازن ما بين الكالوري الطاقة والوزن، وفي عنا نوع ثالث الكراش، وعنا حميات الديتوكس، ورقم خمسة عنا الحميات العلاجية، حميات الفاد، الحميات النباتية أو التغذية النباتية، حميات أخرى. الحميات الدينية إن صح التعبير، بالمختصر هي عبارة عن سلوكيات غذائية موجودة في التعاليم الدينية من باب العبادة أو الزهد أو التقشف. في البوذيين مثلا عندهم حمية نباتية قاسية تتضمن الغذاء النباتي بسبب القواعد الخمسة في البوذية اللي بتحرم قتل الحيوانات إضافة إلى منع أكل السكر. أما الهندوسية فبتوصي تعاليم الأهاميز توصي إحدى تعاليم الهندوسية بتجنب العنف ضد كل أشكال الحياة. كثير من الهندوس بيفضلوا نظام الغذاء النباتي أو بيمتنعوا عن المنتجات الحيوانية باستثناء الألبان، ورح نلاقي بأنه الهند وحدها فيها أكثر من 200 مليون إنسان نباتي التغذية. طبعا الهندوسية ما بتحرم أكل اللحم عشان تكونوا بالصورة. أما المسلمين فأيضا عندهم خطوط عامة في الغذاء بتتضمن الأكل الحلال حسب معتقداتهم وتصنيفاتهم، وبيستبعدوا من هالأكلات شرب الكحوليات ولحم الخنزير ولحوم الحيوانات المذبوحة بطريقة مخالفة للتعاليم الإسلامية وبعض الحيوانات من ذات المخلب وغيرها، وهي اسمها خطوط عامة. أما الحمية الغذائية عند المسلمين فبتتمثل بالصيام الإسلامي واللي بيتضمن الامتناع الكامل عن الطعام والشراب منذ لحظة الفجر وحتى غياب الشمس الكامل، وبالتالي فترة الانقطاع عن الطعام والشراب رح تختلف بناء على المنطقة الجغرافية وموقعها من الكرة الأرضية المسطحة. الصيام إلها مواعيد للتطبيق، أولها شهر رمضان واللي هو شهر كامل قمري 29 أو 30 يوم، وأما الفترات الأخرى للتطبيق فهي فترات ممكن تكون عشوائية أو شخصية الاختيار، وفي أوقات محببة لهذا الصيام منها يومين الاثنين والخميس. أما المسيحيين فلا يوجد عندهم أي قواعد تحدد أنواع الغذاء، ولكن يوجد الصيام المسيحي واللي بيمتنعوا فيه عن أكل أي شيء دسم وأي منتج حيواني لمدة 40 يوم كامل.
كاملة. وأما في اليهودية فالصيام لديهم يتضمن تجنب الأكل والشرب لستة أيام في السنة. وفي اليهودية أيضا قواعد بتسمح بأغذية محددة من لحوم الحيوانات، ويمكنكم البحث عن قواعد أكل الكوشر لدى اليهود. وأخيرا لا ننسى الزهاد والمتصوفة، في الكثير من الثقافات والديانات الشرقية تعتمد على تقشف شديد وتناول كميات طعام قليلة جدا لأجل السمو والإشراق الروحي. حاجات أسرار بقى. هاي حلقة اليوم، والحلقة الجاي رح نكمل في أصناف الحميات الغذائية. ادعموا الفيديوهات وانشروها وعطونا لايك ثلاثي الأبعاد. شكرا لمتابعتكم.